بسم الله. نبدأ سيرفايكال بريباريشن. دلوقتي هنبدأ سيرفايكال بريباريشن. ايدي بارالل كده، بس عشان اشوف انا كمان. طب انت اعملي فوكس من بعيد، مش شايفه. خلي بالكوا هنا، يعني لو تلاحظوا طلعت فوق بالريدكشن، بس ده مش عشان انا عامله ايدي، لا، عشان يعني هتلاقوا السنه جايه كده، يعني طالعه كده كانها عامله هايت اوف كونتور، يعني هايت اوف كونتور بتاعها فوق قوي. فالسنه الطبيعيه الانسايزر في الثيرد نايمين كده، فلما اجي المس هلمس تحت بس، انما هنا السنه طالعه لفوق كده. الكاستم طلع يعني الاناتوم بتاع السنان طالع كده، فعشان كده انا لمست من فوق، فاهميني؟ طبعا لازم اكون عامل سبورت للكونترا، ان شاء الله هنعلمها لكم في الفيديوهات اللي جايه. لو تلاحظوا هتلاقي الفينش لاين بدأ يترسم رسمة بسيطة، يعني شايفين كده بالجنب، شايفة اللي بتصوري بدأ يترسم. تلاحظوا ان في ستيب خفيفة كده، يعني انا مش عايزة اعملهم كل مرة واحدة. دلوقت نغير، عايزة افتح كونتاكت دلوقت، حاضر يا بنتي. الله يخدمه يا جدعان. يعني ايه اهو، جايبالكوا فوتوغرافر. Up and down, up and down. شوف عدت من الناحية الثانية. سوري توقفتي ولا انا خلاص ماشي؟
ده كده اللي احنا الطريقة اللي انا ماشية بيها. كده انا فتحت كونتاكت وعملت الانامل ليب يعني كده. ممكن بقى يعني مثلا لو في سنة جنبي نعمل نفس الحركة هنا، طبعا نطيرها بالبروب كده، بس ممكن نستنى يعني هنا ديت لو السنة انامل بيتكسر فوري يعني، انما انا بس عشان اكريل نكمل. ممكن اكبر الستون بقى شوية عشان الفاين تيبور ده ما يعملش ريدكشن، هيبوظ لي، هو هيبوظ لي ريدكشن يعمل لي، لا يبوظ معايا انا ما اعرفش بقى مع دكاترة تانيين بعمل ايه. فما حدش يكسل بقى بيه ويقعد يبوظ بقى ويقول انا ههد الحتة دي بالفاين تيبور وكده. لا هو الفاين تيبور يعني التيب بتاعته ما بتلمسش حاجة، هو بس يعرف يقطع فوقه كده. فيديو بارلل يا جماعة. اخلي بالي من السيرفايفر لاين هنا كونفكس، ندخل على الفلتر من نفس الترتيب اللي قلتلكوا عليه. انا هنا يعني ايه بتبع الكونتور بتاع هنا بتبع الكونتور بتاع الكاست يعني السنة جاية كده يعني. بتحصل في احسن الحالات لوني هديته كده، بس لا لسه ما وصلتش للريدكشن في هنا. تمام، نفتح كونتاكت عشان ما نبوظش السنة.
مالها الحتة دي مش هتتكسر ليه؟ الولد باظ مني، اتاكل منه كتير وانا داخله، فانا هحاول اصلحه. عشان ما كنتش شايفه يعني. سواري هنعمل سنه تانية، هنعمل سنه تانية المره الجايه. من دلوقتي بعمل الانفاذ الاتش، مثلا انفاذ الاتش فرق قد ايه بينها وبين التانية، اللي هو يدوبك 1 ملي، 1.5 يعني، فنخليها 2. ننزل شوية كمان بسيطة يعني سيكة. فيشل ريدكشن انا زي ما قلت لكم في الاول ان الاناتومي بتاع السنان بتاعه الكاست يعني مش هيخليها على توب لينز، فانا بحاول بس اوريكم يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اخليها على توب لينز من الجنب يعني.
فن يا جماعة فن. شوية تشيك على ايدك ان هي بارلل للوز. انا ما اتكلمتش بقالي فترة، بس كل شوية تشيك على ايدك ان هي بارلل للوز. اه بارلل، حطيته نازل اهو، مفيش اندر كات، مفيش اندر كات يا جدعان اهو. الاند كاتن كبير، شوية ما ننفض الغبار ده. فيليب
احنا جاي على الملي بالظبط، ملي اللاسيكي هنا اللي جاي مظبوطة من زمان ملي، بصين من فوق كده في اندر كات يا جماعة، احنا مكبرين لكم كل حاجة، نو اندر كات. هاديها من فوق تاني، انا لسه قبل الفينيشنج ما عملتش لينج والبريباريشن كمان لسه الحمد لله، فكونتينوس فينيش لاين يعني ايه، و كونتينوس بلو كونتينوس و ايه ايكوال يعني نوعا ما الحمد لله من كل الزوايا. الكونتاكت بين دي ودي نركب لكم التانية، هنا تمام حط الباراليزم يعني برضو، بصوا تحسوا ان الاتنين وولز بارالل كمان، يعني الكونفرجنس السيكة دي هي 6 degree يعني، ان شاء الله يعني اتمنى. ما طبعا شغلنا مش بيرفكت يعني كده، بس يعني الحمد لله تمام. اتمنى الفيديو يعجبكم، فيني بنت انا مش شايفه دايركت، ايوه كده اعمل ايه، هي دي السنه اللي انا حاطط عليها تمام، اه هي دي كده، شوفوا ايدي اتقطع. الجلافز ده بقى خلي بالكم انتوا في العياده عشان يعني ساعات بيحصل واتقطع وانا في قلب الانفكشن، شكرا بقى. حلو قوي نعمل بقى الفليم، حاضر هعلي صوتي، معايا فوتوغرافر ومهندس صوت. اه لحظة يا جماعة، بالنسبة للسرعة يعني انا الصراحة بحس السرعة الكبيرة بالنسبة لي احسن، ان هو حتة الواحد مثلا يعمل مطبات او كده. اقول لكم انا كنت عايزة يعني، بس ماشي. السرعة الكبيرة احنا عارفين بتخلي الهاند بيس والبير هي اللي بتقطع يعني كده، حاجة اجريسيف. طيب اما تهدي السرعة مثلا يعني كده، اغلى كده، هتحس ان ايدك هي اللي بتقطع، فما بتعمل على سرعة واطية ومبتعمل على سرعة واطية بتحس ايه ده، ايه البطء ده. ففي حد يقولك اعمل على سرعة واطية عشان عشان مثلا اللي هو ايه ما تقطعش السن بسرعة والكونفرجنس وما اعرفش ايه. لا، الخطوات الصح هتطلع بريبريشن صح. السرعة الواطية بستخدمها مثلا في الفينيشنج مثلا، او يعني برضو مش مقياس، بس هتخليك تمل وتخليك تيكزرت فورس بايدك هنا، فتعمل بقى المطبات والحاجات اللي احنا بنقولها عليها دي بقى. انما السرعة العالية صح، انا اللي شغل هي اللي بتقطع لوحدها، دي حاجة معمولة عشان تقطع، ايدي ملهاش دعوة، فورس ايدي ملهاش دعوة، الفورس الروتري هي اللي بتشتغل يعني. دي نقطة يعني ايه، ماشي جاي تحت اكتر من رايحة يعني. الستون مش طويلة فعشان كده لما بتوصل مش معايا الستون، مش معايا لونج ستون عن كده، فاحنا ممكن نمشيها كده
صورة انا راح اجيب عمي واعمل ايه؟ أيوة. ليه كده؟ سسبنس. انا رأيي هفنش بقى، يعني عشان الايه مفيش حد يوصل للبرفكشن. فين الفينش؟ الاند كاتنج بتاعي هاي سبيد، فانا مركبه له كونفرتور يعني عشان كده. تمام. يلا الجلوفز ولا ايه؟ سيبيها سيبها. طيب انا كل ده معرفتش بنفسي. دكتورة هناء يا جماعة.
Bring your son. هادي بعد الفينشنج، بس لسه هنشوف الدقيق اللي عليه هذا. لحظة كده، وصل. انا عايزه بس توريها البروكسيمال. طيب استني لحظة، وقفي لحظة. شايفينها كده وهي جنب اختها، يعني كأنها يعني الحمد لله. انا I'm so proud of myself. هي I'm so، عارفين اللي هو في حاجة اسمها، اللهم بارك، في حاجة اسمها بتاعت جايدت، اسمها ايه؟ دماغي ركب، قاعدة بقالي ساعة، لا ساعات. باتي اندكس جايدد توث بريباريشن، فهي انا عاملاها ان ريليشن بالسن اللي جنبها يعني. تمام. فينيش لاين. استني تمام. في لحظة. طيب يا جماعة، ان شاء الله انا معاكم، احتاجتوا اي حاجة يا رب يكون قراركم في انكم تحضروا الكورس او لا، يعني منصف. تمام. و يعني اتمنى انكم تستفادوا، و يلا نشوفكم. يعني دي اكيد مش اخر حاجة هتتقدم، في حاجات كتير زي ما قلت لكم في الكورس. اوكي، سلام.